السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم في الوصف؟ تمام. اليوم إن شاء الله راح نكمل حل التدريبات. وصلنا آخر حصة عن تدريب 3، اليوم إن شاء الله راح نكمل تدريب 4. خلينا نفتح الصفحة 8 نقرأ التدريب مع بعض. ميز الجملة الفعلية من الجملة الإسمية فيما يأتي. التدريب طالب منا أن نميز بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية. وأخذنا هنا الجملة الفعلية بالطلبة والكلمة هي التي تبدأ بالفعل، والجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ بإيش؟ تبدأ باسم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآن أنا عندي هاي الآية اللي هي 1. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الآن أنا بدي أميز هاي جملة فعلية أو جملة اسمية. شو بعمل يا تامر؟ باجي بطلع على أول كلمة اللي هي كبرة. الآن كبرة دلتنا على حدث زائد زمن في الزمن الماضي. إذا كبرة هي فعل إيش؟ هي فعل ماضي، يعني بدأ بفعل ماضي. إذا هاي الجملة راح أعتبرها جملة إيش؟ أكتب عندها يا تامن جملة فعلية. ماشي. خلينا نشوف 2. الحمد لله في السراء والضراء. الحمد لله في السراء والضراء. الآن حاجة أطلع على أول كلمة يا تامر اللي هي الحمد. طبعاً الحمد هي اسم لأنها فيها دلالة من دلالات الاسم اللي هي التعريف. بما إنه بدأت باسم إذا راح أحكي عنها جملة إيش؟ جملة اسمية. خلينا نشوف 3. أصدق في أقوالك وأفعالك. أصدق في أصدق في أقوالك وأفعالك. الآن هنطلع على أول كلمة اللي هي أصدق. أصدق فيها حدث عمل، يعني بناء على طلب شخص معين، زائد الزمن هو مستقبل. الامر شو زمن؟ الامر شو زمن؟ زمن مستقبل. اذا هو فعل امر، صحيح تامر؟ بما انه هو فعل امر مبني على السكون والفعل غير مستتر تقديره ايش؟ تقديره انت. اذا معناته هون يا تامر راح اعتبر هذه الجمله ايش؟ جمله فعليه. خلينا نشوف 4. التنوع الغذائي ضروري. ضروري لصحة الجسم والعقل. الآن راح نشوف الجملة بدأت بإيش يا تامر؟ بدي أشوف شو الكلمة اللي بدأت فيها الجملة اللي هي التنوع. إذا التنوع اسم، بما إنه بدأت في الجملة راح أعتبره إيش؟ مبتدأ. الاسم اللي بتبدأ في الجملة راح يكون عندي مبتدأ. مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. شو خبرنا يا تامر عن التنوع الغذائي؟ بأنه ضروري. الآن الغذائي ما راح أحكي أنا خبر، يعني أنا حكيت التنوع الغذائي بعد ما خبرت. الكلمة اللي خبرت عن التنوع اللي هي ايش؟ ضروري. إذا ضروري هي خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، معناته يا تامر الغذائي راح تكون صفة لمين؟ صفة للتنوع. إذا معناته هون عندي جملة اسمية لأنها بدأت بايش؟ بدأت باسم. خلينا نشوف 5. تسلق المرتفعات رياضة شائقة. الآن
أنا بحكي تسلق المرتفعات رياضة شائقة. رح نشوف بإيش بدأت الجملة. الآن بدأت الجملة باسم. الآن أنت إذا قرأت تسلق تسلق رح تعتبرها فعل، لأن صارت فعل. تسلق خلص، فعل عمل خلص في الزمن الماضي. أما تسلق هاي اسم، هاي اسم تندرج تحت المصادر بدليل إنه جاء لها خبر. تسلق المرتفعات رياضة. الآن تسلق هي اسم بدأت فيه الجملة، معناته راح أعتبره مبتدأ مرفوع أنا رفعي الضمة. الآن وهو مضاف، والمرتفعات إيش تعمل؟ راح أحكي عنها مضاف إليه، يعني مش أي كلمة بعد المبتدأ راح أعتبرها خبر، راح أشوف شو الكلمة اللي خبرت عن المبتدأ. طيب أنا حكيت تسلق المرتفعات، خبرت إشي؟ شو معنى تسلق المرتفعات؟ شو بدي أخبر عنه؟ تسلق المرتفعات رياضة، إذا هون الخبر خبرت عنه بأنه رياضة شائقة، رياضة خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. طيب يا تامر مين بده يحكي لي شو إعراب شائقة؟ رياضة شائقة. يعني الآن شائقة، أنا وصفت الرياضة بأنها شائقة، كلمة وصفت اللي قبليها وأخذت نفس الحركة، معناته نعت مرفوع وعلامة رفعه تنوين إيش؟ تنوين الضم، وهي جملة اسم. لأنها بدأت بإيش يا تامر؟ بدأت باسم. ستة، أنقض رجال الدفاع المدني الفريق بمهارة واحتراف. أنقض رجال الدفاع المدني الغريق بمهارة واحتراف. الآن رح نشوف أول كلمة تامن هي أنقض. أنقض دلت على عمل في الزمن الماضي. أنقض خلص، معناته عندي حدث له عمل زائد زمن الماضي، وهو فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الفتح. مين قام بالإنقاذ؟ رجاله. إذا رجاله فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. رجال مين؟ رجال الدفاع، وهو مضاف الدفاعي مضاف إليه، إن أضفنا رجال إلى الدفاع. الآن المدني هي صفة للدفاع. الآن فعل فاعل، إنقاذ رجال الدفاع المدني وقع على مين؟ على الغريق. إذا الغريقة هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة. بما إنه عندي يا تامر بدأت بفعل، هي جملة فعلية. إذا هي جملة فعلية. خلينا نشوف سبعة. يوفر الإنترنت المعرفة بطريقة سهلة وسريعة. يوفر المعرفة بطريقة سهلة وسريعة. الآن لأن أطلع على أول كلمة بدأت فيها جملة. أول كلمة بدأت فيها الجملة يوفر، عندي حدث زائد زمن مستمر بعده يوفر، إذا هو فعل مضارع. يوفر فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. الإنترنت فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. توفير الإنترنت وقع على المعرفة، المعرفة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا هي يا تامن جملة إيش؟ جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. طيب بلحظ جر طريقة اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر اللي هي بنعتبرها شبه جملة سهلة. وصفت الطريقة وأخذت نفس الحركة، نعت مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. الواو حرف عطف وسريعة، اسم معطوف مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. الآن راح نشوف تدريب خمسة. الأول راح نصنف الأفعال اللي تحتيها خط بحسب الزمن. احنا اخذنا تعمل انه جملة فعلية ممكن يكون فعلها ماضي او مضارع او ايش او امر. اذا الان تدريب خمسة. واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الان الخط تحت يرد ويفقهه. يرد وكمان ايش؟
يوفى. يفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الآن يرد هي عبارة عن الآن يرد عمل حدث مقترن بالزمن، هو الزمن المستمر. إذا يرد هي فعل مضارع. الآن سبقها ايش سبقها؟ في عندي فعل شرط وفي عندي جواب ايش؟ جواب شرط. هون راح يكون الأسلوب عندي جزم، إذا هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لكن كسرة الدال منع الالتقاء من الساكنين، لأن بقية الهمزة دائما حركتها سكون. الآن يفقه، يفقه بعد يفقه معناته هون كمان عندي فعل مضارع مجزوم جواب الشرط وعلامة جزمه السكون، واحنا حكينا الهاء يا تامن مع الفعل من يذكرني شو بكون يا مع الفعل ضمير متصل مبني في محل نصب في محل نصب مفعول به. طيب الان بالنسبه لاثنين، اذا الاولى فعل مضارع والثانيه فعل ايش؟ فعل مضارع. يزداد الوطن قوة ومنعة بإخلاص مواطنيه. الآن يزداد، شو رأيك يا تامر في يزداد؟ إحنا بنحكي ازداد ولا يزداد؟ عندي عمل ولا لا؟ حدث في عندي موجود اللي هي الزيادة، وفي الزمن المستمر إذا هو فعل مضارع، بما إنه لم يسبق بناصب ولا جازم إذا راح يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن راح نشوف ثلاثة. لا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خرائط السفهاء تعدي. الآن لا تجلس، نشوف الفعل تجلس. طيب الآن لا تجلس شو بتفيد الثاني؟ معنى إيش؟ معنى النهي. أنا بنهي بنهاك عن الجلوس إلى أهل الدنايا وما في الآفاق. الآن هاي نهية ولا نهية من حروف ايش؟ من حروف الجزم. الآن تجلس، أنا بحكي تجلس ولا جلس ولا اجلس؟ تجلس عمل حدث اللي هو الجلوس مع زمن مستمر بعده جالس، بقول لا تجلس. إذا بما إنه هون هو فعل مضارع لأنه في الزمن المستمر، وبما إنه سبقه لا نهية وهي من حروف الجزم، إذا الفعل المضارع راح يكون مجزوم وعلامته جزمه السكون وعلامة جزمه ايش يا تامر؟ وعلامة جزمه السكون. خلينا نمشي له عشان نكمل. أربعة، انظرنا إلى المستقبل بأمل وعزم. الآن انظرنا، انظرنا طبعا فعل الأمر همزة وصل. الآن انظر في عندي حدث زائد زمن، فعل الأمر شو زمنه يا تامر؟ زمنه المستقبل صح؟ معناته انظر هو فعل جاء العمل بناء على طلب شخص معين. انظر فعل الأمر مبني على السكون. الآية النا هاي مين يحكي شو هاي النا؟ انظرنا إلى المستقبل. الآن هاي النا نون النسوة اللي بتدل على مجموعة النساء، شو بسميها تامن؟ نون النسوة، ودائما بتكون ضمير متصل مبني في محل رفع ايش؟ في محل رفع فاعل. هاي نون النسوة بتكون في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. خمسة، قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. الآن في عندي مجموعة من الأفعال، قال وفي عندي ابتسم
وانتهى. اذا فعل ماضي وكنا نعرف يا تامر انه الفعل الماضي مبني يعني مستحيل احكي مرفوع ومنصوب مبني على الفتح. ابتسم، انا لما احكي لك ابتسم دائما الان فعل الامر شو همزته؟ همزه وصل. الان ابتسم بأمرك بالابتسام، عندي عمل زمن مستقبل، بعد ما أمرك بالابتسام ده شو بتعمل؟ بتبتسم. إذا الابتسم هو فعل أمر مبني على السكون. طبعاً الفاعل ضمير صفة تقديره مين؟ تقديره أنت. ابتسم أنت. لن يرجع، الآن يرجع شو رأيكم فيها يا تامر؟ يرجع أول شيء فعل مضارع، ما قلنا رجع، قلنا بعده بيرجع. فعل مضارع. طيب ليش على فتحة؟ لأن إحنا قلنا الفعل المضارع يأتي مرفوعاً إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. الطبع يتمم على يرجع. الآن سبق بلن. لن هي من حروف إيش؟ من حروف النصب. معناته بما إنه لن من حروف النصب، إذا راح يكون عندي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ستة، تخيل مواقع إلكترونية تنمي معرفتك وترتقي بثقافتك. الآن عندي ستة، في عندي الفعل تخيل، الآن أنا لما أحكي لك تخيل شو بتفهم يا تامر؟ تخيل فعل مضارع ولا فعل أمر ولا شو ولا فعل ماضي؟ أنا بأمر صح؟ إذا هو فعل أمر مبني على السكون. في عندنا كلمة فعل مضارع في فعل ثاني اللي هو تنمي. تنمي. تخيل مواقع، تخيل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ومواقع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صفة المواقع بأنها إلكترونية نعت منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن تنمي، أنا قلت نمى ولا تنمي ولا نمي؟ تنمي بعدها بتنمي، معناته هي إيش تعمل؟ هي فعل مضارع في الزمن المستمر. الآن الفعل المضارع هون ما سبق ولا حرف نصب ولا جزم، إذا هو على طول بحكي عنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن شو رأيكم تعمل؟ هون ضمة ظاهرة ولا مقدرة وليش؟ إحنا قلنا الفعل إذا انتهى بألف أو واو أو ياء تقدر الحركة على آخره صح؟ وعلامة رفع الضمة المقدرة لما تكون ياء ثقل على الياء منع من ظهورها الثقل. إذا الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. الآن سبعة، امضوا في الحياة بتفاؤل وأمل. امضوا. الآن في عندي أنا بحكي لك امضوا، بأمر جماعة صح؟ معناته هو فعل أمر. فعل الأمر يا تامر إذا أسند إلى واو الجماعة، مش هاي واو الجماعة وأخذناها من ضمائر الرفع، هاي واو الجماعة تعتبر ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اذهبوا، امضوا، ادرسوا، فعل الامر اذا اسند الى واو الجماعه يبنى على حذف النون. يبنى على ايش؟ على حذف النون، اصلها امضون، راح تاخذوها ان شاء الله في الدروس القادمه. فعل الامر مبني على حذف النون. واو الجماعه زي ما كنا نعرف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. 8، مررنا بمنازل الاحباب فهاجت فينا الاشواق. مررنا، مررنا. الآن يا تامر، مرر
فعل ماضي مرر وخلص، اذا هو فعل ماضي مبني على السكون. الان هنا حكينا اذا كان اللي قبلها سكون شو راح نعتبرها من ضمائر ايش؟ الرفع راح تكون نافعين، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مررنا بمنازل الاحباب فهاجت فينا الاشواق. الان هاجت هي نفسها ثمانية، فهاجت، هاجت وخلصت، إذا فعل ماضي مبني على الفتح، وهاي التأنيث التاء هي سكون يا تاء، شو بنسميها؟ تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب الآن رح نشوف تدريب ستة. تدريب ستة مطلوب منك يا تعمل إنه تفرق بين الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول في كل ما تحته خط فيما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآن راح نشوف الفعل اللي تحتي خط اللي هو في الآية تعرج. الآن تعرج التامل، هل هي مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ راح نشوف. تعرج الملائكة، الآن تعرج فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة اللي قام بالفعل الملائكة، يعني أول شيء الفعل موجود، لما يكون الفعل موجود راح يكون تكون الجملة مبنية لمين؟ للمعلوم. ثاني شيء هون فعل مضارع لو كان مبني للمجهول لضم الأول وفتح ما قبل إيش؟ الآخر. إذا تعرج هي أول شيء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مبني للمعلوم بدليل انه ايش؟ انه الملائكة هي الفاعل. بدليل انه الملائكة راح تكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، بما انه الفاعل موجود اذا هو مبني للمعلوم. طبعا هون المسند وهون المسند ايش؟ المسند اليه. في الجمله الفعليه الفعل مسند والفاعل هو المسند اليه. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصرح رحمه. الان يبسط وينسأ. يبسط وفي عندي ينسأ. خليك معي تعالي. الآن لو اطلعنا لهذه الأفعال راح نشوف إن الأفعال إيش؟ إنها أفعال مضارعة. الآن أصلها يبسط، لما حولناها إلى مبني للمجهول شو صارت؟ بنلاحظ إنه عند تحويل فعل مضارع مبني للمجهول يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، موجود عند الشروط ولا لا؟ إذا يبسط معناته هو مبني لإيش؟ للمجهول. ثاني شيء موجود الفاعل مش موجود يا تعمي. الآن ينسأ نفس الشيء مضموم الأول ومفتوح ما قبل إيش؟ الآخر، إذا هو كمان مبني إيش؟ مبني للمجهول. طيب الآن راح نشوف ليش يبسط وينسأ على فتحة؟ راح نعرف شو؟ فعل مضارع مبني للمجهول سواء كان هون أو هون نفس الإعراب، فعل مضارع مبني للمجهول. ليش على فتحة يا تامر؟ بسبب وجود ايش؟ حرف النصب أن. أن ولن وكي من حروف النصب اللي بتدخل على الفعل المضارع، إذا سبقت الفعل المضارع راح يكون منصوب علامة نصبه الفتحة، بسبب حرف العطف عطف النصب على هذا الفعل كمان وصار منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامته
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هيا نشوف ثلاثة. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الآن ترد، رح نشوف يا تامن هل هو مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. ترد، ركز معي، مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، إذا هو فعل مضارع بين قوسين مبني للمجهول. طيب ليش هاي الفتحة؟ شو السبب تامن وجود حرف النصب اللي هو أن؟ زي ما حكينا هسا أن حرف نصب وترد فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا راح نذكركم في الجملة الفعلية المسند فعل الفاعل أو نائب الفاعل مسند إليه. طبعا فاعل في المبني المعلوم ونائب الفاعل في المبني إيش؟ للمجهول. في الجملة الإسمية المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو إيش؟ هو المسند. الآن أربعة، تغنى الشعراء والشاعرات بالحرية. الآن راح نشوف يا تامن تغنى. تغنى الشعراء والشاعرات بالحرية. الآن هل تغنى مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ تغنى الشعراء. الآن تغنى، تغنى وخلص، هو فعل ماضي مبني على فتح المقدر الألف. مين قام بالتغني؟ الشعراء. الشعراء فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. بما إنه الفعل له فاعل معناته هو مبني لإيش؟ للمعلوم. إذا بما إنه موجود الفاعل، إذا هو يتامل مبني إيش؟ مبني للمعلوم. الآن رح نشوف خمسة. حفظت بعض الآثار في المتاحف. حفظت بعض الآثار في المتاحف. رح نشوف حفظت، هل هي مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ معروف من الحفظة أصلها حفظ العامل بعض الآثار. الآن لما قلنا حفظت مش معروف مين الحفظ، إذا الفاعل مش موجود معناته. والدليل الثاني إنه حفظ حفظ الفعل الماضي يبنى لمجهول بضم الأول وبكسر ما قبل الآخر، إذا هي فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح. تاء التانيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، بما إنه عندي هون مبني للمجهول إذا راح تكون بعضه إيش؟ نائب فاعل تام، ونائب الفاعل بما إنه حل محل الفاعل راح ياخذ نفس موقعه الإعرابي، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن راح نشوف ستة. رزق أخي طفلة سماها نجينة. رزق، أخي. الآن رزق، أصلها رزق الله أخي. الآن رزق أول شيء مش موجود الفاعل، هذا هو دليلها مبني المجهول. ثاني دليل إنه مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر. إذا رزق فعل ماضي مبني للمجهول مبني على إيش؟ مبني على الفتح. بما إنه في عندي فعل مبني للمجهول معناته رح يكون أخي إيش؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على إيش؟ على ما قبل الياء. وأنا عم بدورها اشتغل بحركة، اشتغال الحرف بحركة الياء اللي هي يا إيش؟ أخي أنا، اللي هي يا المتكلم. سبعة.
يحرص بعض الناس على تجميع مياه الأمطار في آبار. يحرص. الآن خلينا نطلع لكلمة يحرص. يحرص بعض الناس. الآن يحرص أول شيء يعتمد هي فعل مضارع. الآن إذا كانت مبنية لمجهول لكان ضمن الأول وفتح ما قبل الآخر، بس مش موجودة هالحركات. ثاني دليل إنه بعض اللي هي فعل موجودة. مين اللي يحرص بعضه؟ إذا الفاعل موجود، بما إنه فاعل موجود إذا هو مبني للمعلوم، ويحرص فعل مضارع مبني للمعلوم مرفوع وعلامة رفع الضمة. مين اللي يحرص بعضه؟ بعض فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف، أي كلمة بعد بعض تعرف بتعمل إيش؟ مضاف إليه. أي كلمة بعد بعض، جميع، كل، دائما نعرف إيش؟ مضاف إليه. إذا بما إن الناس بعد بعض رح تكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الاسم الظاهرة على آخره. الآن تدريب 7 رح أحل لك أول 3 والباقي رح يضل معك واجب تحله وتبعث لي إياه، ماشي؟ تدريب 7 المطلوب من التدريب. صنف الأفعال التي تحتها خط في الجمل الآتية إلى لازمة ومتعدية. اللازم اللي يكتفي بالفاعل، أما المتعدي يتعداه إلى إيش؟ إلى مفعول به. 1 أنا أحترم الرأي الآخر. الآن الخط راح نحترمه. أحترمه. الآن أحترمه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، صح؟ لأني بعد بحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طيب الآن احترامي وقع على مين؟ على الرأي. أنا أحترم الرأي. الرأي إذن معناته الرأي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أحترم يا تامن بما إنه أخذ مفعول به إذن هو متعدي. إذن هو إيش؟ متعدي. هاي ما يتعمل إياه. شوف الفعل إذا أخذ، إذا اكتفى بالفعل لازم، إذا ما اكتفى بالفعل بعد ذلك المفعول به معناته هو إيش؟ معناته هو متعدي. الآن 2 تفتحت أزهار الحديقة فلنستمتع بجمالها. الآن تفتحت. أزهار الحديقة. الآن تفتح فعل ماضي مبني على الفتح. تأتي الساكنة على محل العلاقة. مين اللي تفتح؟ أزهار. إذا أزهار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. إحنا ضفنا أزهار إلى الحديقة. الحديقة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة. طبعا مضاف إليه دائما مجرور. الآن لو طلعنا تام من الفعل نلاحظ انه اكتفى بالفعل بس، معناته هو ايش؟ لازم او متعدي؟ هو لازم. 3 يتعاون الأردنيون في أعمال الخير. يتعاون. في أعمال الخير. الآن يتعاون، مستمرين في التعاون، إذا هي فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جزم، إذا هو مرفوع
وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. من يتعامل؟ الأردنيون. فاعل مرفوع. الآن هاي نون إيش تعمل؟ عليها فتحة، نون جمع مين؟ مذكر سالم. وقلنا جمع مذكر سالم يرفع بإيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. في أعمالي شبه جملة لأنه مكونة من حرف جر واسم مجرور. أعمالي وهو مضاف، أضفنا أعمال إلى مين؟ إلى الخيري. إذا الخيري مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. الآن نلاحظ يا تامن إنه الفعل اكتفى بالفاعل، ما أخذ مفعول به، إذا اكتفى بالفاعل ولم يأخذ مفعول به، إذا هو فعل إيش؟ إذا هو فعل لازم. بما انه اكتفى بالفاعل وما اخذ مفعول به، اذا هو فعل لازم. وكمل لي يا تامن 4 و5 و6 و7 نفس الطريقه اللي انا عملتها. اذا لازم حدد لي وين الفاعل، واذا متعدي وين المفعول به. ويعطيكم العافيه.